بعد التصريحات الاستاذ سامح شكري وقال لك حماس مش معلهاش اجماع دي من خارج الاجماع الفلسطيني، دلوقتي بيحاولوا يرقعوا له الموضوع يقولوا انتوا بتتجنوا يا جماعه، محدش بيتجنى عليه، هو اللي قال كده والله، هو ما كانش يقصد ولا واصل المتربصين، مفيش متربص حضرتك، مفيش متامرين، انتوا المؤامره نفسها. المهم رغم الحرب المدمره للاحتلال الاسرائيلي على غزه، الاعلام الاسرائيلي يصرح صادرات الغاز الى مصر ستشهد زياده كبيره. عارف انت ايه برضو بيدوا للسيسي ايه محفزات كده، اسمع كلامنا، اقفل المعبر، حصر الفلسطينيين، طلع شويه وحطهم عندك وقول بدافع الانسانيه، كل السيناريوهات دي مطروحه واحنا عارفين انها هتحصل. يعني دلوقتي يقول لك ايه انتوا مصرحين العيال بتوعهم على السوشيال ميديا، هيقول لك هو انتوا بتسالوا ليه على اللي احنا بنعمله في جنب الحدود اللي هي المنطقه اللي هي 9 ل 13 كيلو دي اللي بيحضروها عشان يدخلوا فيها مجموعه من الفلسطينيين، يقول بتسالوا ليه احنا حرين نعمل في بلدنا اللي احنا عايزينه. مين يا ابني؟ هي يعني الحاجه اللي جايبها لك دي مصر البلد. فلما طلع سامح شكري وقال لك والله احنا ما بنحضرش ومش مستعدين نستقبل حد، ولكن اذا اجبرنا على ذلك هنتعامل بانسانيتنا، يا حنين ايه انسانيتك يا حنين؟ ان انت تجهز مكان حوالي 13 كيلو متر مربع عشان تستقبل فيه عدد من الاشقاء الفلسطينيين. هيقول لك هو انتوا مش عاجبكم يستقبلهم ومش عاجبكم يقفل المعبر؟ لا، هو الفلسطيني مش عايز يطلع وانا مش عايزه يطلع، بس انا عايز اخليه صامت في ارضه فاديله مقاومات الحياه، اديله ياكل ويشرب، مش بقول لك سلاح، ياكل ويشرب ويتداوى ويتعالج، لان الناس في شمال قطاع غزه بتاكل عيش مصنوع من علف الحيوانات. يا أمة، مش هقول أمة المليار، أنا هقول يا مصر، يا أمة النيل، يا شعبنا العظيم، جيرانك وأشقائك في قطاع غزة بيأكلوا عيش معمول من العلف والكزب وبعض الشعير مطحون ومعجون ومخبوز، بيحاولوا يسدوا رمائهم في شمال غزة. بالمناسبة في 600 ألف إنسان، ده دي وجبتهم الأساسية.